ومن الأخبار وصولا إلى التقارير، والتقرير اللي معانا دلوقتي هو مع الفنان الشاب أحمد جمال سعيد. طبعا الجدير بالذكر أنه هو حفيد الفنان الكبير وحش الشاشة فريد شوقي والفنانة الكبيرة هدى سلطان. بدأ أحمد مشواره الفني من خلال عدد من الأعمال الدرامية، حيث شارك في 2004 في عدد من المسلسلات، كان منها مسلسل عيش أيامك مع الفنان الراحل القدير نور الشريف. كمان شارك النجم الراحل الكبير محمود عبد العزيز في مسلسل محمود المصري. كمان أحمد جمال سعيد في 2005 شارك نجاة في ريا وسكينة وأحلام عادية. كاميرا فلاش كان ليها لقاء خاص بالفنان أحمد جمال سعيد، اتكلم معانا على مشاركته في مسلسل الأب الروحي، اتكلم معانا كمان عن النجم الكبير فريد شوقي والفنانة هدى سلطان. تعالوا نشوف قال إيه ونرجع لكم من جديد. اتشرفت طبعا ان انا كنت في الاب الروحي في عمل زي ده، وبشكر شركه فنون مصر، بشكر كل اللي ساعدوني ان انا ابقى في العمل ده، لان العمل ده فرق معايا جدا، عمل لي قاعده كبيره جدا شعبيه الحمد لله، قدرت ابرز فيه حاجه من اللي انا اقدر اعملها في التمثيل. وبشكر طبعا استاذ ياسين العصامي الاكتنج كوتش معايا، وانا مبسوط يعني. الاب الروحي بالنسبه لي هو حاله مش مسلسل، يعني حاجه كبيره قوي. اول حاجه خالص كانت محمود المصري، كنت طالع ارهابي، دي اول حاجه، كان اول مشهدين في حياتي اعملهم. لا مش موضوع شر، هي على فكره شخصيه مروان جلال في الاب الروحي مش شريره خالص، هي شخصيه انسانيه بحته، عنده حاله من الجنون بس مش اكتر، يعني هو لما بيحب بيتجنن وبس يعني، بس لكن هو مش، لا لا هو متحدي جدا، منتقم جدا، بس هو بيحب جدا. لا هو مش شرير، بالعكس. انا ماليش سقف للحلم بتاعي في التمثيل، يعني لسه عندي كتير، وكل اللي اتمناه ان شاء الله ان انا اتحط في التاريخ في التمثيل، ان انا يبقى في تاريخ باسم احمد جمال ان شاء الله في التمثيل، وده اللي هيحصل ان شاء الله. ده يعني لو هنتكلم على حلم ممكن يبقى هو ده الحلم، ان انا بعد كده ابقى ريفرنس لناس كتير في التمثيل. ما بحبش فكره ان انا ابقى ان انا احمد جمال حفيد فريد شوقي، فريد شوقي عمل تاريخه واحمد جمال هيبدا يعمل تاريخه. حفيده دي حاجه تشرفني طبعا، وده شرف لاي حد ان هو يعدي من جنب فريد شوقي مش يبقى حفيده، بس الفكره ان انا لازم اعلي من فريد شوقي ما اقللش منه، فما كانش ينفع ان انا اقول دلوقتي الموضوع ده غير لما الحمد لله الناس بقت تتكلم عليا بشيء كويس. لا ما اعرفش انتوا اللي تقولوا، انا ما اعرفش خدت منه ايه خالص. خدت الطول ممكن، انا محمد اخويا هو اللي واخد كل حاجه تقريبا، شكلا وطولا وكل حاجه، يعني هو معايا النهارده. انا كان عندي 7 سنين، كان عندي 7 سنين، كله كنت بعمله انا بروح مع اللوكيشن، كنت ببهدله هناك بس ما بقولش اكتر من كده. لكن ما لا، اللي حضرتها كانت جدتي هدى سلطان، ودي كانت احلى حاجه في الدنيا، كل حاجه طيبه، الطيبه، حب الناس، حب الشغلانه، حب الاهل، لا كانت اتمنى كل حاجه كويسه. لسه مكملين كلامنا مع الفنان الشاب احمد جمال سعيد، واللي بدا مشواره مع السينما في عام 2005، وده كان من خلال مشاركته في فيلم كان يوم حبك. كمان شارك في فيلم أنا يا خالتي مع النجم محمد هنيدي، واللي قدم معاه أيضا مجموعة من الأفلام كان منها وش إجرام. أيضا شارك في فيلم علي سبايسي. أيضا قدم أحمد جمال سعيد فيلم مسجون ترانزيت وخليج نعمة. كمان يعني جات للدراما التلفزيونية، قدم عدد كبير طبعا من الأعمال، منها العندليب، قلب ميت، خاص جدا، وش تاني، سقوط حر. اما في 2017 شارك في عفاريت عدلي علام مع الزعيم عادل امام. مشاهدينا هنكمل لقاءاتنا مع الفنان شاب احمد جمال سعيد، هيكمل كلامه معانا عن الاب الروحي، وكمان عفاريت عدلي علام مع النجم عادل امام، ونرجع لكم من جديد. الاب الروحي فكره ان هو يبقى اجزاء، دي فكره كويسه جدا مش فكره وحشه، بالعكس انا مبسوط بحاجه زي كده، لان كل سنه بحس ان انا وحشت الناس في الدور ده، فحلو ان انا ابقى معاهم في حاجه زي كده، وابقى معاهم كل سنه، ومعاهم في نفس الشكل، ان ببقى وحشتهم وهم كانوا بيوحشوني، فبالعكس الاجزاء شيء كويس مش حاجه وحشه طول ما هي ناجحه زي الاب الروحي كده. اكذب عليك لو قلت ان انا بحط بلانز، لان انا بسيب كل حاجه على ربنا، انا ما عنديش حاجه عارفها، انا ما اقدرش اخطط لنفسي شيء، اللي ربنا بيعوز هو اللي بيكون، فزي ما ربنا عايز انا هجتهد وهعمل اللي عليا، وان شاء الله ربنا يقدرني ان انا بعد ما اجتهد يرزقني ان شاء الله بحاجه كويسه. اي حاجه مش هتضيف للمجتمع قبل ما تضيف لنا نفسي، وقبل ما اي حاجه ما فيهاش رساله، واي حاجه هتبقى في الاخر شيء طميء للمجتمع، او تبقى فيها اي نوع من انواع الخدش، مش شكل الحياه على قد ما هو شكل العادات والتقاليد بتاعتنا، انا برع منها جدا. اي حاجه هتضيف لي، هتضيف للبلد، هتضيف للناس، هتمتع الناس، هتخليهم يحبوني بشكل معين ويحبوا الدور اللي انا عامله، انا طبعا معاهم فيه. اي شخصيه بتيجي انا بالنسبه لي بتبقى تحدي جديد، فما عنديش شخصيه معينه ممكن ابقى حابب العبها، بالعكس حابب العب كل الشخصيات. فنان معين انا بحلم اشتغل مع كل الفنانين الموجودين، بس كان حلمي اني اشتغل مع عادل امام وعملتها الحمد لله، فانا مبسوط يعني انا كده تمام جدا.
فريت عدلي علام كان دور حلو، كان عاجبني، كان دور ولد المدلل ابن لواء اللي هو بيعمل مصايب. ولا لا الوقفه مع عادل امام حاجه تانية خالص، حاجه تانية خالص. شيء يعني اتعلمت منه ان هو شخصيه جميله قوي، يعني لا القعده معاه لوحدها كنز، كل كلمه بيقولها هي كنز فعلا. عادل امام كل كلمه بيقولها محسوبه وكنز، وانا مبسوط ان انا قعدت معاه حتى.